حجر ممكن لأقوله بديل بكل سهولة، حجر الشك هذا، ويحطوا عليه صليب مش مشكلة، يحفروا صليب عليه دائما يكون محفور عليه صليب ويلزقوا محله، يعني هذا بلقى كل شيء. وبعدين نشوف شو نعمل، يعني نعمل خطة مفصلة كيف نبدأ بالتصليح، وين نحط الحجار، وين نعمل الحجار، مناش نرميها الحجار هنا طبعا. وبعد هذا يمكن بعد ما ننظف هون لازم نطلع ننظف السقف حتى نخفف الوزن عن السقف. كل هذا شغل المهندس. طيب يعني احنا موجودين، انتم ما درتوا بالكنيسه هذه كملوا، احنا معكم، احنا كمان بنحاول نعمل قديش بنقدر، كل شيء بنقدر عليه. قبل بدكم مكتوب تفويض، مكتوب اكتب وانا بمضي. شكرا جزيلا. شكرا سيدنا. شكرا لك. شكرا. خلينا نمشي خطوه خطوه، بس نمشي نمشي، نعمل عفدة. ايوه نعسي بنشمع عفدة كيف مجبورين نحكي عبراني هون احنا عشان جمعنا. ليش لا؟ ليش لا؟ في هنا في قضيه الطريق حكيت عنها. معنا طبعا هون انجزنا انجاز كبير جدا. نعم بعد سنين طويله. شو بدك تقول لنا؟ حسب رايي هون قضيه المدخل اكيد حكيت على هذا الموضوع. طبعا حسب قرار حسب خارطه التسويه بينزل طريق من هون بعرض مترين بضل مكمل لعندك ميست الروم وبتصل مع الشارع. هذا حسب رايي اذا بتطلع اليوم هذا غير يعني غير منطقي ولا يمكن تنفيذ. عم تبرق في المصانع. طبعا مسكوت بين المصانع، فبضل الحل الوحيد انه نعمل طريق من الشارع هذا اللي مفتوح مخطط احسن لنا، او من جهه الغربيه يلف حوالي الكنيسه، او من جهه الشرقيه، المهم انه يكون قريب على الشارع. ومن هون نقدر ننطلق لاشياء ثانيه، للجرس، ليكون استاذ، لاشياء ثانيه، اللي راح الله معه بنجيب غيره مش مشكله، بس اللي بقي نحافظ عليه. مش مشكله زي بس مين. والا بنصير نطالب هسه ببرع مؤقت وبالدمون وبالبصه وما بنطلعش بشيء ابدا. خلينا باللي بقى. الوسخ هذا فكر وطاوط، هاي وطاوط، هاي ايش معنى وطاوط؟ عصافير. مش عصافير. ذات والله. هاي وطاوت، بس في محلات اللي فيه كان طخ، يعني في كنت تشوف رصاص، كان رصاص على الزوقه مش الوطو، هذا الانسان. يعني هذا تقول لي هذا رصاص من عمره ممكن بعدين، ممكن بعدين كان يتدرب هون انه ما نعمرها من جديد ولا نعمرها حتى كمان ولا نصلحها. همنا الأول نسكر منافذ الحمام عليها، يعني يحطوا بس شبك ريشة، وتعهدوا خلال شهر بتكون حاضرة. بعدين بدك تعملنا خطة مفصلة عن كل تفصيل وشو لازم نعمل حتى نبدأ نصلحها بالتدريج خطوة خطوة. ما بدنا نعمل ثورة هون، بدنا نعمل تطوير. بدي كمان نسيج برا. برا مش راح ندور شيء ابدا، مش راح ندور شيء برا، بس المبنى نفسه مسجل بنا لك هذا مش بس. بعدين ساعتها بنطالب وبنشتغل.